دائما يبحث الشباب عن الخبرة، الخبرة ثم الخبرة. أصبحت بعالم العمل أو الأسواق معروفة بكلمة جواز السفر. لدخول أي سوق عمل، لدخول عمل ناجح، لازم يكون عندك خبرة، بالوقت اللي يمكن البعض ما بيعرف كيف يكتسب هاي الخبرة حتى يكون قادر يدخل على سوق العمل. صحيح هذا سلمى، موضوع كتير مهم، وبتلاحظ اليوم أنه كتير من الشركات والمؤسسات بتطلب من الشباب يكون في عندهم خبرة لسنوات معينة. صحيح. وهذا الشيء يمكن موضوعنا كثير مهم لكل حد عم يتابعنا، لكل الشباب المقبلين على سوق العمل، لكل الشباب الخريجين. نحن كيف اليوم بنقدر نكتسب خبره، كيف بنقدر نوازن اليوم بين دراستنا والتحضير اكيد لسوق العمل؟ تفاصيل كثير مهمه رح يخبرنا عنهم ضيفنا لليوم الاستاذ سليم الكسم، مدرب تنميه بشريه. صباح الخير استاذ. صباح النور، يعطيكم العافيه، تحياتي لك. يسعد اوقاتك استاذ. يسعد اوقاتك، تحياتي. يعني دائما بنسال هذا السؤال، خبره مع وجود ضمن خلينا نقول سنوات التخصص أو العمل الأكاديمي أو الدراسة بشكل خاص، اليوم كيف ممكن يحقق أي شخص بده يدخل على سوق العمل هي المعادلة الصعبة شوي؟ دائما لحتى تشتغل بدك خبرة، ولحتى بدك خبرة تشتغل، ومية اليغزية يعني هي دائما مثل بيقولوا الدوامة اللي بيوعوا فيها الشباب. فكرة سنوات الدراسة أو تخصصك الدراسي اللي أنت اشتغلت اللي درسته هو عمليا سنوات خبرة. امتى بيكون سنوات خبره؟ حكينا المره الماضيه رقم واحد لما بيكون في اول شغله استثمار للاستاجات اللي انت عم تكون موجود فيها. اثنين بيكون في انت عم تشارك بانشطه، يعني ما عم تقدم مادتك لتنجح وبس، لا انت عم تقدم مادتك لتتعلم. هذا كثير موضوع مهم. هلا الفكره اللي كثير اساسيه نحن ركزنا عليها باللقاءين الماضيين وهلا اليوم نحن حنعيد نركز عليها، مو الفكره انك تجهز حالك لسوق العمل، لا الفكره تجهز سوق العمل لك. تمام، دائما دائما نحن كلياتنا بنفتح الفيس بتلاقوا عشرات طلبات التوظيف. صح. وبتلاقي عشرات الشباب بدهم وظيفه، طب وين المعضله؟ المعضله انه هاد ما له مسوق حاله وما له مجهز حاله، ما له معرف الناس بسوق العمل على حاله. شو يعني؟ انا لازم السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم هلا بالعيد بإعداد العيد، كم حدا من العيله سالك انت شو بتدرس؟ كم حدا بالعيله سالك انت شو بتعرف تساوي؟ تمام، كثير في فرص حوالينا بس نحن ما بيعرفونا، ما بيعرفونا اصلا لحتى يستقطبونا. او حتى اختصاصك ماله اليوم فرص عمل، قد ايه كثير بنسمع ما في اختصاص ماله فرص عمل، كل اختصاص مهم لسوق العمل. صحيح. جدا مهم لسوق العمل. بس للاسف نحن ما بنعرف وين بدنا نبحث. فالفكره الاساسيه محيطي ببلش يقول لي وين انا بدي ابحث. شو طبعا حكينا اول شغله استثمر انا السوشيال ميديا، كثير مهم انا بالاستاجات، شو ما عم تدرس اي شيء، عم تتصور انت انه ناحيه الكليه الفلانيه لازم 5-6 بوستات خلال دراستك يكونوا موجودين وابايا ومرتبين ومدروسين عن دراستك، عن صورتك بالكلية، عن صورتك بالاستاجات، صورتك بالمخابر اللي هو اللي عم تدرس فيه. فمحيطك عرف انت شو عم تدرس، رقم واحد. رقم اثنين، حاول تاخذ شغلة انت خبير فيها، نقطة قوية عندك، تمام، وتضوي عليها بشكل مستمر، تقدم حالك كخبير فيها. فبالتالي صار الناس بدهم اياك، صار ممكن يدفعوا لك مصاري هي الخبرة الموجودة عندك، قد ما كانت صغيرة قد ما كانت بسيطة. ما في خدمة بسيطة، الخدمة طبعا اختر شيء الشباب الشغلة اللي بيعرفها بيساويها هيك مثل بيقولوا، يعني اللي بيساويها مثل بيقولوا بلا واعي، بيقول لك هي كثير بسيطة ما حدا بده اياها. لا، بالنسبة لكثير ناس هي شغلة كثير معقدة وكثير مهمة وبيدفعوا عليها كثير مصاري، لدرجة انه في شباب ممكن طبعا بقلب سنوات الدراسة اشتغل على حاله بجزئية معينة، صار يكتب محاضرات، صار يطالع مصاري ويطالع مصروفه، بلش واحد لقى حاله قوي بالتدريس، صار يدرس اختصاصه، صار يطالع مصاري كثير. في مين من الشباب اشترى بيته سياره من موضوع التدريس، التدريس اختصاصه وموجود وبسوريا وبجامعه دمشق، تمام، ومعروفين بالنسبه للطلاب، وما عم بحكي عن تخصص او اثنين او ثلاثه، عم بحكي تقريبا عن كل التخصصات معروف هذا الكلام. كثير مهم انا الاقي جزئيه معينه انا بعرف اقدمها خدمه للمجتمع. هل انا كطبيب، هل انا بعرف طبيب مثلا سنه رابعه طب اسنان اليوم عم يشتغل بعياده، وفي دكتور تخرج وخلص تخصص وبلش هلا بده يشتغل بعياده ويدور على عياده. فبالتالي اول شغله انا ما تستنى انك انت تخلص لحتى تبلش من اول ثانيه. حكينا نحن اول ثانيه ببلش شو بتطالب فيها، انا صرت مهندس، ايه بسم الله فوت مهندس. شغلة كثير حلوة انه انا شارك، يا ترى اللي عم يصير بالجامعة عم يصير كثير اعمال تطوعية، ندوات، دورات، عم تشارك فيهم، عم تكون فاعل فيهم، عم تكون موجود، عم يعرفوك. تمام، اساس الفرص واساس تسويق ذاتي هو شبكة العلاقات اللي ببنيها. طب امتى ببنيها؟ افضل شبكة علاقات
باي تخصص وباي مجال هن دفعتك بالجامعه. دفعتك بالجامعه لازم يكون اسمك كثير معروف بيناتهم، لازم تكون عم تقدم لهم خدمات. مثال انا دائما بطرحه، في دفعه يعني بالطب البشري، في دفعه في شب بجاوب، ما دخله طبعا لا هو هيئه ولا له علاقه ولا له شيء، كل ما حدا بيسال على الجروب سؤال هذا الشاب بيجاوب وبيبعث له ملفات وبيشارك طلاب، لدرجه انه صارت اسم الدفعه باسمه. فبيقول له انه انت من دفعه فلان، بيقول له لا انا الدفعه اللي قبل فلان، انا الدفعه اللي بعد فلان، صار هذا الشخص معيار للفرع تبعه. وهذا الشخص طبعا موجود بكذا تخصص، كل طلاب تخصص عم يسمعوني هلا خطر له اسم فلان او مشان ما سوي لحدا او مشان ما سوي لشيء. الفكره الاساسيه انه طب هذا الشخص شو ساوى؟ كيف نعرف؟ كيف صار معيار للدفعه؟ شغلات كثير بسيطه وجهد كثير بسيط، بس تراكمي ومستمر. كثير من الشباب بيقول لك اخي انا ساويت، انا صورت ونزلت فيديوهات وعملت وشاركت، ما حدا انتكش فيني. ما حدا حينتكش فيك لا بيوم ولا باثنين ولا بشهر ولا باثنين ولا بثلاثه. كل ما كنت عم تشتغل على الموضوع تراكمي اكثر، كل ما كنت عم تنعرف اكثر، متى ما انعرفت اكثر بيجيك فرص اعلى. فالفكره هي نسبه احتماليه اكبر. تمام؟ مو والله 100%، مو انا نشرت بوست ثاني يوم دقوا لي وتفضل لعنا وحطوني مدير، ما بيمشي الحال. الشغله اللي كثير مهمه بقلب سنوات الدراسه عشان ناخذ خبره، روح اشتغل اي شيء. روح اشتغل اي شيء، انت عم تدرسي علم نفس اشتغلي سكرتيره، سكرتيره باي شيء باي مكان. صح لي محاسب اشتغل، انا والله عم بدرس اقتصاد، صلح لك كاشير بمطعم، ايه بسم الله، عم تدرس ميكانيك عام، صح لك كاشير بمطعم اشتغل، ليه؟ ليش لازم تشتغل اي شيء باي ترتيب؟ اول واحد بتاخذ شيء من بيئه العمل، تمام؟ من محيط العمل. اي حدا اشتغل بيعرف انه في تعاملي مع رئيسي ومع زميلي ومع اللي ادنى مني، هذا التعامل لما انا بكون ببيئه عمل بتعلمه، تمام؟ فالبناء او الهيكليه باي عمل، ان شاء الله بيكون بسطه، ان شاء الله بيكون محل، ان شاء الله بتكون شركه 50 زلمه، نفس الفكره، في هيكليه وفي رئيس ومرؤوس وفي موظف وفي زبون، فانا بالتالي عم بتعلم هي الهيكليه، عم بتعلم هذا البيئه، واحد اثنين، بتعلم التواصل، الاخذ والعطاء، اليوم للاسف بيطلع خريج ما يعرف يحكي كلمتين على بعضهم. سيفيته حلوه ومشارك ب 60 مؤتمر وعامل 50 دوره، فبيطلع ما عم يعرف يحكي، ليه؟ انا والله ما اشتغلت شيء. طب صار لك 5 سنين او 6 سنين، شو عم تساوي؟ والله انا كنت بس عم بدرس. لا تدرسوا بس، تمام؟ وطبعا على الهامش، تمام؟ لا تتخرجوا معك بس شهاده جامعه، تمام؟ وتتخرج معك بس شهاده جامعه مشكله، تمام؟ لو هذا الشيء بده ياثر على دراستك إله وياثر على دراستك. تخرج معك شهاده جامعه وشوفي بقلبها، تلاقي السي في طويله عريضه، يعني سي في هيك في مين سي فيته كثير كبيره، ومع انه ما له متخرج من الجامعه لسه. ليش؟ شاغل رايح حضران دورات وعامل وقايم وشاغل كل هدول. في حدا بتلاقي سي فيته فيها سطر واحد، خريج جامعه كذا بس. طب انت شو جاي تساوي؟ شو بدك تعمل؟ تمام؟ هذا الموضوع الكثير، يعني طبعا الموضوع على بساطته موضوع كثير كبير. اليوم بالجامعات شغله خطيره جدا وممتازه ورهيبه، موضوع التطوع. اليوم بكل فرع جامعه، بكل تخصص جامعي، شباب بيعرفوا صاروا، عندنا فرق تطوعيه رهيبه. وتعمل عمل عن جد رهيب، تمام؟ اليوم روح على تخصصك، على الناس اللي حواليك، تمام؟ تفوت معهم. هدول الناس اللي عم يشتغلوا اكثر ناس قيادات مجتمعيه، وغالبا حيكونوا علموا عليهم، هدول بيصيروا مدراء الشركات بتخصصهم، هدول بيكونوا يا بيفتحوا شركات يا بيصيروا مدراء شركات بتخصصهم بعد ما خلصوا، اللي هن يقودوا الاعمال التطوعيه هلا بجامعتهم. فوت على العمل التطوعي، هدول شبك معهم. هدول الناس طب اخي انا ما حابب، لا ولو ما لك حابب، انزل، هو موضوع مثل الدراسه. فمتى ما نزلت على العمل التطوعيه بتلاقوا اليوم بكل الجامعات، كل الاختصاصات، في مؤتمرات وندوات ومعارض وشغلات رهيبه عم تصير. انت موجود، انت فاعل فيها، انت بتعرف لا والله نزلت شفتهم. شو يعني نزلت شفتهم؟ تمام؟ ونفس الوقت دائما كل شيء عم تساوي كثير مهم تصوره، كثير مهم تنشره، مهم كثير يعرف محيطك انه انت عم تساوي. ما بكفي، ما مهم شو عم تساوي، مهم شو بيعرفوا عنك انك عم تساوي. شو يعني؟ في كثير من الطلاب بتلاقي مشروع تخرجه فظيع وتعب عليه كثير واشتغل عليه كثير، ايه والله انا ما نزلت عنه ولا صوره على الفيس، الله يعطيك العافيه، كثير تعبت. بيقول لك فلان اخي حظه كثير حلو، فلان صرع الدنيا بمشروع تخرجه، تمام. صور التحضيرات، وصور هو عم يشتغل، وصور طلعت يعني مثل ما بيقولوا الكراس، وطلع صوره وصور مناقشته، صرع الناس
بدي اصر على الناس، بدك تصر على الناس. صح. ايه بدك تصر على الناس. كل ما سوقت حالك اكثر، كل ما رقم واحد صح لك فرص اكثر. طب انا صحح لي فرصه وشغاله يا حبيبي، بس تفوت على سوق العمل بتعرف انه قد ما كنت انت صحح لك فرصه، كل ما سوقت بتعلى فرصتك اكثر، بيعلى راتبك، بتعلى مكانتك الاجتماعيه، بيعلى كل شيء ممكن. تمام. ليش كل الشركات عم تسوق لحالها؟ صحيح. بس خلينا نحكي على نقطه مهمه اليوم استاذ سليم. في كثير اشخاص يعني ينطبق عليهم المثل اللي بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. في ناس كثير بتكون مجرد تسويق، بلونه تسويقيه، ولكن هي على ارض الواقع نص الخبرات او الملكات اللي هي تدعي انه هي تمتلكها وتنشر عن نفسها على الفيسبوك وتروج لنفسها، هي على ارض الواقع صفر. صحيح. سؤال رائع. وهذا اللي بيصير فيه صدمة. يعني في أشخاص كتير بيقول لك أنه أنا عندي طموح بس أنا ما بعرف سوق نفسي وما إلى ذلك. في ناس بتسوق لنفسها صح. نعم. بس هي فعليا هي لا تمتلك هاي القدرات 100%. خلينا كمان نكون واقعيين عشان ما نصطدم بهذا النوع من الأشخاص. سؤال رائع. هذا النوع من الأشخاص بياع كتير. هذا النوع من الأشخاص بياع كتير. تمام. تحطه عند أول مطب بتلاقيه وقع. إيه بس دقيقة شوي. بس بنحط عند أول مطب بيطلب. أنا بس دقيقة شوي عم أقول يطلب. أنا لومي للناس. أنا هذا الكلام ما عم أقوله للأشخاص الفارغين اللي بيعرفوا يسووا. أنا عم لومي للأشخاص اللي هن ممتلئ ويمتلك المهارة ويمتلك الكفاءة وما عم يسوق حاله. طبعا هو الفكرة المتلازمة شو هي؟ هو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. معظم يلي فارغ من جوا، تمام، في منحنى شهير جدا، تمام، في يعني عملوا دراسة بين الثقة بالنفس وبين قلة العلم والخبرة. كل ما كان قليل العلم والخبرة بيكون عنده ثقة بنفسه كثير عالية، تمام، انه بيكون ما له عارفان شيء. وكل ما كان بيعرف متى ما بلش، كل ما ازددت علما زادني علما بجهلي، فبصير انا بعرف حالي. كثير من الاشخاص يلي هن لسه كثير رهيبين، الكثير مرتبين، الكثير هن اوائل على دفعتهم، بيقول لك انا لسه ما خرج ينزل بوست، لسه ما خرج ينزل حاله. ليش؟ عنده مشكله، بيوصل لمرحله متلازمه انه هو مثالي، هو عم يستنى ليطالع مثالي. هي عم تدرس اعلام وما بدها تساوي ولا تقرير من هدول التقارير اللي عم تساويهم، مثل يقولوا وظائف ما بدها تنشرهم. انا لسه اعلى من هيك بدي، رغم انه تقريره بيكون كثير واو وكثير ممتاز وكثير شغله كبيره. انا هدول اللي عم بستهدفهم. هلا يلي شخص اللي فارغ من فارغ المحتوى، بعد ما طبعا حتى النكته انه هذا الشخص اللي بياع بعد ما يصطدم باول مطب ببلش يرجع، تمام، يتوازن بتسويقه، واحد اثنين، ببلش يعرف يتعلم هو. فالتسويق دائما مفيد حتى لو كان هو فارغ. تمام. وبرجع بقول السوق بيفرز والناس بتفرز والناس بتعرف، ما في شيء ما في شيء مخبى تحت حجره، يعني مثل بيقولوا. فالفكره الاساسيه برجع بقول انا، هل معناته انا ما اسوق؟ لا، لازم تسوق. شو ما كنت لازم تسوي، حيقولوا عني فارغ، حيقولوا عني مثل فلان، حيقولوا اللي بالدنيا، يقولوا شو ما يقولوا، ما يهمك كلام الناس. تمام. استاذ سليم، يعني ذكرت تفاصيل كثير مهمه واستفسارات من كل الشباب والصبايا اللي عم يتابعونا. خلينا نروح لموضوع كمان. بتلاقي نسبه من طلاب الجامعات او الشباب بشكل عام تلجا للدورات التدريبيه. معاهد كثير اليوم موجوده على ارض الواقع عم تقدم دورات تدريبيه، شيء يلي بيقول لك مهاره التواصل، مهارات عديده لازم تتعلمها قبل سوق العمل. نعم. حتى ممكن تلاقي في كوتشات بأعمار صغيرة عم تعطي. طب نعم. اليوم أنا كيف برشد هدول الطلاب أو الشباب لحتى يسجلوا بمعهد فعلا تنمي لهم هي المهارات وتعطيهم يعني شهادات فعلا تأهلهم لسوق العمل؟ أول شغلة حأستطقي بوست من رفقاتي قال قال يا شباب، المدرب اللي جايبينه يدرب دخول لسوق العمل لساته عم يدور على شغل. تمام. هذه هي واحدة من النكات الشهيرة. تمام. اول شغله، ابحث عن الكوتش اللي انت رايح تحضر عنده مين هذا قبل ما تروح. تمام. الكوتش لازم يمتلك المهاره، تمام، واثنين يمتلك المعلومه. المهاره ما بتكفي والمعلومه ما بتكفي، يعني ما بيكفي يكون دارس طب وجاي يدرس اسعاف اولي. ما بيكفي، لازم يكون هل هو شاغل اسعاف اولي، فاهلا وسهلا. اذا شاغل تمام، وغالبا اذا شاغل، يعني اليوم بموضوع الدفاع المدني في سيدات بالمشافي عندها خبرة أكثر من دكاترة. تمام. كإسعاف برجع بقول كجزئية إسعاف، نفس الشيء بنحكي كرسم، نفس الشيء بنحكي يعني أي مهارة معينة لازم يمتلك الخبرة والمعلومة الشخص لحتى تحضر عنده، رقم واحد. رقم اثنين، الدورات حقولها بملء الفم. تمام. ليس هناك دورة تكسب مهارة. تمام. أنا بدرب دورات وأنا بعطي دورات، اللي جاي يحضر عندي عشان إذا فايت بدك تفوت لعندي تحضر دورة إلقاء تطلع ملقي، لا تحضر. ما في هيك شيء. تمام.
والله يوفقكم اللي بده يسوي من المدربين لا تعد بما لا تستطيع، تمام؟ غير حياتك وطور ذاتك وهدول الاشياء ولاقي فرصه العمل الذهبيه، ما في هيك شيء. طب الدوره معناتها ما مفيده؟ لا كثير مفيده، مفيده بكثير جوانب. رقم واحد بتكسبني المفاهيم الاساسيه والمفاتيح لحتى تفوت على القصه. كثير من الطلاب بتلاقي اليوم حتى كثير من الدورات اللي بيسمون منخفضه المستوى انه في شاب صغير عم يعطي، هل هي مو مفيده؟ انا بصراحه استقرأت، يعني انا شفت الدوره رخيصه، كثير رخيصه الدوره، شلون عم توفي معهم؟ يعني شلون عم توفي معك انت وقتك وجهدك وقاعه و و و الى اخره. العدد كبير. سالت الطلاب اللي عم تحضر استفدتوا؟ ايه استفدنا. طب شلون استفادوا؟ استفادوا انه فاتوا على على المجال، فاتوا على الوسط. كيف فاتوا على الوسط؟ صوروا بقلب الدوره فانعرفوا، برجع بقول استخدموه كتسويق. الدورات في شغله كثير مهمه، هي بتعمل كوميونتي، بتعمل مجتمع. فهدول الاشخاص اللي موجودين عم يحضروا الدوره هدول لازم تعرف عليهم كلهم. جروب الدوره كثير مهم، اسماء الدوره كثير مهمه. في كثير ناس بيحضروا دورات بيعرفوها، بيعرفوا الدوره كلها، بس فايت لحتى ياخذ. خاصه هذا الكلام بيصير بمجالات معينه. كثير بتلاقي مثلا بكليه الطب دائما طب الاسنان والطب البشري بتلاقي في مؤتمرات، دكاتره كثير كبار عم يحضروا المؤتمر، عم يحضروا كطلاب او كحضور. ليش جاي تحت؟ يعني انت المفروض تجي برد على المحاضر. ايه والله انا جاي اتعرف على الشباب. معقول؟ ايه انا جاي اخذ. تمام. كثير مثلا باعتبار انا بمجال مثلا طب الاسنان بيطلعوا على مؤتمر دبي ايديك، بيروحوا على مؤتمر، انت شو رايح تساوي؟ والله انا رايح اخذ معلومه جديده، اخذ بشر، اخذ تواصل، سوق حالي. كثير كمان مهم انا بقدم حالي كخبير، اللي بيحضروا دورات بيقدم حاله كخبير. في كثير من الشباب حضران دورات اونلاين وخاتم الدوره وحضران 6-7 مناهج اونلاين. طيب الناس جاي ياخذ بصراحه هي الكرتونه الشهاده، جاي ياخذ كرتونه ويتصور فيها. طب شو بتفيدك هي الصوره بالكرتونه؟ الناس بتعرفني انه فتت بهذا المجال. فكثير مهم، برجع بقول، برجع لنقطه التسويق، تسويق الذات. انا لما بسوق هي المهاره انه موجوده عندي بتطلب بالسوق. تمام. فالدورات هي وسيله رهيبه جدا 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 لتسويق الذات. تمام. ما اتركها انا بس انه والله انا حضرت ويعطيك العافيه وامشي. لا، في لا بتتصور. طبعا برجع بقول في كثير ناس بيقول لك انت تحضر الدوره الفلانيه صرعت راسنا. ايه صرع راسهم. تصور اول الدوره وتصور بنص الدوره وتصور اخر الدوره وتصور مع الشهاده ونزل بوست عن الدوره وخبرتك فيها. ايه خذ راحتك قد ما فيك، مثل ما بيقولوا يعني توسع بالموضوع، لانه السوق يطلبك والسوق بحاجتك، بس بحاجتك يعرف انت شو عندك. اما والله انا ما بيمشي الحال. الفكره الاساسيه انه انت اذا بدك عندك محل وفي بضاعه كثير منيحه، بس مالك عارض ولا صنف ولا مثل ما بيقولوا مثال منا على الواجهه، فما حدا حيطلب منك ولا طلب. صحيح. اما اذا عارض الواجهه بشكل كثير مرتب، بشكل كثير منسق، كثير انيق، فتلاقي العالم كثير مطلوبه منك. فالمختصر المفيد كمان نفس الفكره اللي قالتها، لا تكذب لما تفوت على دوره. تمام. التسويق في له تعريف كثير حلو، التسويق هو فن اعاده ترتيب الحقيقه. كل ما اوعك التسويق متى ما انهدمت مصداقيتك، يعني مثل ما بيقولوا متى ما لقطت عليك كذبه معينه باي شيء مصداقيتك كلها بتنهار، مصداقيه كلها بتنهار. فمتى ما انهارت المصداقيه بتنهار كلك كشخصك. طيب شو الحلو؟ الحلو تاخذ القصه وترتبها صح، ترتبها بالطريقه اللي بدك اياها، تقوي حالك بالنقطه اللي انت بتعرف وتبلش بالشيء اللي بيناسب المكان 100%. دائما. تماما. يعني استاذ سليم دائما بتعطينا معلومات مميزه. شكرا لك لوجودك معنا. تحياتي. يسعد صباحكم. شكرا لك اكيد استاذ سليم لكل المعلومات اللي قدمتها، واكيد بالتوفيق والنجاح لكل حدا اليوم عم يدور على فرصه عمل. يا رب. تحياتي. اهلا وسهلا. صباح الخير.